حصدت مبتعثة الدكتورة ريم العطاس الجائزة الرابعة في غضون 4 أشهر لاختراعها الخوذ الذكية رامبل هلمت. ويأتي هذا الفوز للمبتعثة بعد تحقيقها الفوز في 3 مسابقات في الفترة الماضية. هذا كان آخرها مسابقة بيتش بيرفكت، الفوز بالمناظرة ومن ثم الترشح للنهائيات. يذكر أن الاختراع متمثل في خوذة ذكية لسائقي الدراجات مزودة بالقدرة على تحديد المواقع ونظام إنذار لحركة المرور اللي تقترب من السائق، في حين أنه جاري تصنيعها في الصين وبتنزل السوق العام الجاي. ومعي هاتفيا من أمريكا مبتعثة الدكتوراه ريم العطاس. حياك الله أختي ريم. أهلا وسهلا أخوي. يعطيك العافية. الله يعافيك وشكرا على الاستضافة. ما لنا فضل، أنت اللي بسم الله ما شاء الله حققتي إنجاز، ليتك تحدثينا عنه والناس يعرفونه. شكرا جزيلا أخوي. في البداية رامبل هلمت هي عبارة عن خوذة لراكبي الدراجات الهوائية مدعمة بنظام ضوئي. النظام الضوئي هذا يحتوي على إشارات انعطاف يمين ويسار زي الإشارات الموجودة في السيارة لزيادة وضوح راكبي الدراجة بالنسبة لمستخدمي الطريق الآخرين. ويتم تفعيل هذه النظام الضوئي أو هذه الإشارات عن طريق استخدام الإشارات اليدوية، فتسهل بالنسبة لمستخدمي الطريق الآخرين من سائقي السيارات والمشاة أيضا أنهم يتعرفوا بسهولة على الاتجاه اللي سيسلكه سائق الدراجة. طيب هل صحيح انه بسالك اختي ريم، انه هل تم فعلا بدء انه تم تصنيع الخوذه هذه انها بتنزل اسواق السنه الجايه؟ ان شاء الله. حاليا يتم تصنيع النموذج الاولي للخوذه علشان احنا قاعدين نجرب يعني ديفرنت فيتشرز او شلون اقولها، انه خصائص مختلفه، نشوف ايش هو الاسهل بالنسبه لراكبي الدراجه والافضل والامن في نفس الوقت، وان شاء الله باذن الله تعالى حتكون متواجدة في الأسواق إن شاء الله في عام 2018 بإذن الله. أنت من وين مبتعثة أختي ريم؟ أنا مبتعثة على نظام برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمة الله عليه. يعني ماني مبتعثة من جهة عمل. طيب الاختراعات اللي جاية وتشتغلين عليها الحين وش هي؟ خلينا ناخذ سبق قبل ينزل شيء. حاليا قاعدة أشتغل على روبوت متطور مكون من أجزاء، أو زي ما نسميه باللغة الإنجليزية evolutionary modular robot. وش بسوي هذا يقدر يركب نفسه ويقدر يغير شكله علشان يقوم بمهمة مختلفة، وفي حالة العطل يقدر يصلح نفسه. طيب انت الخوذة هذه كيف جتك الفكرة؟ انا كانت لي زميلة روم ميت، كنا مشتركين في نفس السكن، وتعرضت لحادث اثناء ركوبها الدراجة، وللاسف الشديد انكسرت رجلها، وطبعا لاني انا زميلتها في السكن انا اللي يعني اعتنت فيها طول الفترة هذه، فشفت قديش كانت الاصابة صعبة، قديش هي بعد ما تعافت خافت ترجع مرة ثانية على الطريق. وانا ايضا كمان لما كنت برضو اركب الدراجة كنت اخاف من السيارات، اخاف اني لا سمح الله ارتطم باحد المشاة، فعلشان كذا قلت لازم نلاقي حل للمشكلة هذه. ولقيتي حل ما شاء الله. الحمد لله. طيب الله يوفقك اختي ريم، ومبسوطين جدا بهذه الانجازات منك ومن ايضا زملائك وزميلاتك الموجودات في بلدان الابتعاث المختلفة. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. المبتعثة للدكتوراه ريم العطاس، وان شاء الله قريب نلقاك هنا باذن الله.